يزال اقتناء السجاد العجمي في البيوت الدمشقية يعبر عن حال ترف يتمتع بها صاحب المنزل أو يسعى إليها، وهو يعتبر من الثروات الشخصية التي يحرص أصحابها عليها حرصهم على مقتنياتهم الثمينة كالمجوهرات والتحف. فلماذا سمي بالعجمي؟ السجاد العجمي شغل إيد، بيجي شغل يدوي، نول كبير بيجي وبيتصنع، بيقعدوا عليه 3-4 بنات أو 3-4 شباب، وفي مردد بيرددون رسمة وبيشتغلوا هنا. كل منطقة مثلا مثل إيران، كوكاز، شيراز، كل شيء له بيختص برسمة، وفي التركي، وفي يعني في كتير مناطق بيشتغلوا السجاد. السجاد العجمي سمي لأنه يدوي، بيشتغل على النول، بيقعد عليه 3-4 بنات أو 3-4 شباب وبيشتغلوا، في مردد بيكون بالتصنيع بيرددون الرسمة وهن بيشتغلوا، مثلا 5 حمر، 3 صفر، 2 زرق، هن بيشتغلوا بقى بينقلون الرسمة لا تخلص السجادة. يعتقد بأن شعبية السجادة العجمية نابعة من عادة الملوك تزيين قصورهم بهذا النوع من السجاد المتقن الصنع إلى حد الكمال، والذي يشير إلى الجهد المضني المبذول لإنتاجه. الحرفة تبعي عبارة عن تصليح سجاد، سجاد قديم عجمي بيجيبونا يا مهري، لحنا بنعيد تصنيعه وتصليحه، بتكون كاحيت منصلحه، نعمل له صوفة، وإذا مشقوق بنرجع بنعيده مثل ما كان وعلى أصوله يعني. وبالنسبة للألوان، الألوان اللي احنا بنصبغها بنجيب الخيط لون أبيض وبنصبغه على هو رسم السجادة ولون السجادة. تحولت صناعة السجاد اليوم إلى تجارة متطورة تدر ملايين الدولارات، نظرا إلى التقدير الذي يكنه الكثيرون عبر العالم لهذا الفن البديع، فيما يعتبره آخرون عالما من الأسرار يصعب الإلمام به. هاي السجادة عبارة عن خيطان طولية سدي اسمه، خيطان عرضية، بيمدوا خيطان السدي بالطول على نول كبير مثل ما بيشتغلوا بالأول، وبيعدوا بينزلوا مثلا بدها تقرر، بيعدوا بينزلوا اللحمة، هي الخيط العرضي، عرفت، بتتألف من أيام سجادة لحمة، لحمتين، 3 لحم يلي هن مثلا، عرفت، وبيمدوا بيزرعوا القطبة، هي عبارة عن القطبة، بيزرعوها بس على شكل واقف نول كبير، والأصبغ الصوف يعتمدوا عليها، وبيجي لها بيختموها السجادة مثل ما ببلشوا فيها بالأول بينهوها بالآخير على هو الرسم إجباري. كل سجادة مثل ما ببلشوا فيها بأولها مثلا عبارة عن 20 سنتي، بدون يختموها على العرض وعلى الطول، في كنارات إلها وفي روس إلها، الكنارات مثل الروس بدها تطلع إجباري قولا واحدا، وبالقلب بيضيع الرسم. حتى اليوم لا تزال بدايات حياكة السجاد غير معروفة التاريخ، وجل ما يعرف أن أقدم سجادة وجدت في سيبيريا على يد علماء آثار روس في العام 1949، وهي سجادة بازيليلك مصنوعة في القرن الخامس قبل الميلاد. وتتحدث الكتب عن احتمال أن يكون البدو الرحل أول من حاكوا السجادة والبسط لعزل خيامهم عن الصقيع، وانتشرت حياكة السجادة في آسيا عبر الغزوات والتجارة وترحال البدو.